الفعاليات الموجودة في استاد الدوحة عبارة عن الفعالية الرئيسية هي رقم واحد الشاشة الكبيرة العملاقة اللي تنقل فيها مباريات كأس العالم، ولصفاء الشاشة هذه في عليها إقبال كذلك من الجمهور وأولياء الأمور. الفعالية الثانية هو ملعب الرمل اللي نرى إقبال كثير من النشأ وأطفال الصغار على اللعب في منطقة الرمل، عبارة عن دائرة وفيها أقوال ومسكرة من الجانبين، كذلك لعبة البيبي فوت ولعبة الكراسي واحد ضد واحد اللي هي لعبة الكراسي أو الأهداف المصقرة، وكذلك توجد ملاعب صغيرة للأطفال ما دون 7 سنوات. توجد كذلك للأسر عبارة عن مطاعم يمين وشمال للشاشة. وقت ممتع وأجواء جدا جميلة في درب الساعي الحديث الجديد، وحياكم في درب الساعي للاستمتاع بالأجواء الجميلة.